العلماء يأملون باكتشاف طريقة جديدة لعلاج مرض نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز من خلال تطوير جهاز مناعة المريض ليتمكن بنفسه من السيطرة على الفيروس. هذا الأمل ولد من حالة غير مسبوقة لفتاة فرنسية اختفت عندها أعراض الإيدز الذي التقطته من أمها عند الولادة. إذا وجدنا عند مرضى آخرين الخاصيات والآليات نفسها، قد نتمكن دون تعريضهم للمخاطر من إيقاف العلاج، على أمل أن يتمكنوا من السيطرة على الفيروس بأنفسهم بطريقة تلقائية. الشابة تبلغ اليوم 18 عاماً وقد خضعت للعلاج بواسطة مضادات الفيروسات حتى عمر 6. بعد إيقاف العلاج لم تظهر للمرض أي أعراض. قد تكون الحالة خطوة باتجاه اكتشاف لقاح. اللقاح يهدف إلى الحماية ضد العدوى. في حالة هذه الشابة فإن جهازها المناعي يقوم بحمايتها من تكاثر الفيروس. الأطباء يؤكدون أن اختفاء الأعراض عند الشابة لا يعتبر شفاء تاما من المرض، ورغم تفاؤلهم الكبير يرصدون تطور حالتها بكثير من الدقة ويأملون الحصول على نتائج مشابهة عند أشخاص آخرين.